لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 20 يونيو، والنهاردة القمر موجود في برج الثور. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وفينوس موجود في برج الثور، وعطارد والشمس الاثنين موجودين في برج الجوزاء، والمريخ في السرطان، والمشتري في الميزان. عندنا مازال 3 كواكب بيتراجعوا. زحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مواليد الحمل ممكن يكون عندهم رغبة في ان هم او افكار تساعدهم على زيادة مكاسبهم، وعندهم رغبة في ان هم يحققوا مكاسب. ممكن يكون عندهم تشجيع من الناس اللي حواليهم علشان يوصلوا لأهداف احسن، وهيشعروا بإذن الله بسعادة بالغة ان في ناس واقفة جنبهم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيديهم طبعا إطلالة مبهرة. هم عموما مواليد برج الثور عندهم سحر وجاذبية، لان فينوس هو الكوكب المسيطر عليهم، وخصوصا سيدات الثور دايما بيكون عندهم فتنة واغراء. لكن كمان مع وجود القمر في برجهم مع فينوس، فده هيخليهم عندهم حقيقي النهاردة إطلالة مبهرة وفتنة بزيادة، وهيكون عندهم جاذبية هايلة يعني تجذب ليهم الجنس الآخر، وكمان رجالة الثور هيكون عندهم نفس الجاذبية. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، وأقول لمواليد الجوزاء النهاردة مطلوب منكم ان انتوا تعملوا في سرية وكتمان، وتحاولوا ان انتوا تتجنبوا الفخر والزهو بنفسكم. ما تستعجلوش الامور، لان مواليد الجوزاء عموما عايزين يوصلوا لكل حاجة بسرعة، لكن لازم النهاردة تفكروا كويس ان كل شيء لازم ياخد وقته عشان ينضج وعشان توصلوا له، يعني مطلوب الصبر النهاردة. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم الوضع الفلكي حلو وبيتحسن احسن من اليومين اللي فاتوا. عندهم النهاردة طاقة رائعة، عندهم يوم مناسب يقضوه مع اصحاب او مع احباب. النهاردة عندهم نشاط احسن، وعندهم قدرة على ان هم يبرزوا شخصيتهم ويظهروا بصورة لائقة ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الاسد. برج الاسد النهاردة للأسف القمر معاكس معاهم، فمطلوب من مواليد برج الأسد النهاردة ان هم يحافظوا على توازنهم النفسي، ويحاولوا يعملوا الواجب اللي عليهم عشان ما تتمسكش ضدهم أخطاء. وكمان مهما تعرضوا لاستفزاز او لان حد يحاول يهد ثقتهم في أفكارهم او في نفسهم، يحاولوا يحافظوا على التوازن النفسي وما يتأثروش بأي حد بيحاول يدفعهم للانفعال. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم الحظ بيحالفهم جدا، لأن القمر في منزل الحظ، وعندهم في الأجواء فرص هايلة عشان يحققوا تطور، وكمان الوقت مناسب للتخطيط لسفر أو لرحلة، وكمان في فرص لتحقيق مكاسب مالية. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخلي مواليد برج الميزان عندهم فرصة كويسة لتنمية مدخراتهم، وكمان عشان يخططوا لمستقبلهم بمنتهى الثقة. عندهم النهاردة تصرف بعقل وبرصانة. لو عايزين يدخلوا في عملية بيع او شراء، او يعرضوا حاجة من ممتلكاتهم للبيع، هيكون الوقت مناسب لعملية البيع او الشراء. النهاردة مواليد الميزان كمان عندهم حسن تصرف عموما في الامور المالية، زي ما قلنا عندهم رصانة وعقل، فده هيساعدهم لان هم يتصرفوا بحكمة في الامور المالية.
نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة للأسف القمر في مواجهة برجهم، فده يخليني أقول لهم، هو مش بس القمر كمان فينوس في مواجهة برجهم، فده يخليني أقول لمواليد العقرب حطوا في اعتباركم مشاعر الطرف الآخر وما تدخلوش في عناد مع شركاء الحياة أو مع شركاء العمل. النهاردة مهم جدا أنكم ما تعندوش، وكمان ما تتسرعوش في ردود أفعالكم وفي قراراتكم وفي حركتكم. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة وفي منزل العمل، فده بيخلي، وده منزل العمل الإيجابي، فده يخلي مواليد القوس النهاردة عندهم طاقة ونشاط، وممكن ان هم عندهم كمان استعداد ان هم يحصلوا على تعويض يرضيهم عن اي خسارة فاتت او عن اي خلاف حصل، هيقدروا ان هم يتغاضوا عن الاخطاء اللي ممكن حصلت في حقهم ويحصلوا كمان على تعويض. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الوضع الفلكي اتحسن والقمر بقى في منزل الحب، فالنهاردة مواليد الجدي ممكن يشعروا بطاقة عاطفية وبتحسن في العلاقات العاطفية جدا، ولو مش مرتبطين سهم كيوبيد ممكن يصيبهم ويقعوا في الحب. لو مرتبطين وبيشتغلوا في الشغل كمان ممكن يكون عندهم مستجدات حلوة في الشغل تخليهم يفرحوا، وعندهم القدرة في الشغل على ان هم يحققوا انجازات تلفت ليهم الانظار ويثبتوا نفسهم في عملهم. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة القمر معاكس معاهم، فهقول لمواليد الدلو احترسوا النهاردة من اي نزاع او من التمرد، حاولوا تكونوا متكتمين وحذرين في التعبير عن مشاعركم وعن تمردكم، ما تظهروش التمرد، حاولوا تكونوا على الاقل صامتين لغاية ما اليومين دول يعدوا. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده يوم مناسب جدا لعمل علاقات اجتماعية ناجحة او كمان علاقات عائلية حلوة، ممكن يقضوا اوقات في وسط العيلة او مع الاخوة ويكون في تفاهم حلو يربطهم بالعيلة وبالاخوة، ممكن يكون في تصالح كمان او اصلاح لعلاقات عائلية كانت بايظة. المهم ان النهاردة يوم بيحقق لهم تحرر من القيود ان شاء الله، ويعرفوا يعبروا عن مشاعرهم حلو، وحتى في الشغل يقدروا ان هم يعرضوا افكارهم بطريقة لبقة وبموضوعية.